بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال مؤلف رحمه الله: باب الآنية، وهي الأوعية، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الآنية. أورد الآنية بعد كتاب الطهارة والمياه، أو في أثناء كتاب الطهارة بعد ذكره أحكام المياه، لأن الآنية هي الوعاء الذي يحمل فيه الماء، فلأجل هذه المناسبة ناسب أن يورد أحكام الآنية بعد أحكام المياه. وقوله وهي الأوعية ليبين أن المراد ذلك، لأنه ربما تكون لفظة الآنية من المشترك اللفظي التي تدل على أكثر من معنى، فأراد أن يميز هذا المعنى عن غيره. أول حكم كلي أورده المصنف ليستثني بعده، قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه، الطاهر يخرج النجس والمتنجس، وقوله يباح اتخاذه يخرج ما يحرم اتخاذه، إما لنهي الشارع عنه كالذهب والفضة، وإما لصفة مكتسبة فيه ككونه من مال حرام، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. قوله يباح اتخاذه واستعماله، الاتخاذ معنى عام يشمل القنية ويشمل الإبقاء على العين لغرض الاستخدام في المستقبل، وأما قوله واستعماله أي استعمال هذا الإناء في أي ما يستعمل فيه عادة. وقول المصنف ولو كان ثمينا، أغلب استخدام المصنف كما تقدم معنا أنه يطلق لو للإشارة للخلاف، وهنا أشار المصنف لخلاف في المذهب، وهو خلاف أبي الوقت الدينوري، فإن أبا الوقت الدينوري نقل كراهة الوضوء من الإناء الثمين، بينما المصنف هنا نص على الإباحة أي من غير كراهة. وقوله كجوهر ونحوه، هذا تمثيل للإناء الذي يكون ثمينا، كأن يكون من جوهر ونحوه، أي من الأمور التي تكون ثمينة، إما لأجل صنعتها وإما لأجل مادتها المكونة له أو لغير ذلك من الأمور. إلا عظم آدمي وجلده، وإناء مغصوبا، وإناء ثمنه حرام، وآنية ذهب وفضة مضببا بهما، فيحرم على الذكر والأنثى ولو ميلا. بدأ المصنف في ذكر الاستثناءات من هذه القاعدة، والحقيقة أن هذا الاستثناء الأقرب أنه استثناء منقطع وليس استثناء متصل، لأن ما استثناه المصنف ليس داخلا في كونه طاهرا مما يباح اتخاذه أو طاهرا مما يباح، لأن هذه إما أن تكون نجسة أو مما يحرم اتخاذه واستعماله. بدأ أول مصنف بأول الأمور التي استثنيت، وهي أن يكون عظم آدمي وجلده، فإنه لا يجوز استعماله في أي سائر الاستعمالات، هذا هو الأصل، لأن الآدمي وإن لم يكن نجسا إلا أنه لا يجوز استعمال عظمه وجلده. ويستثنى من ذلك صورة واحدة لم يتكلم عنها الفقهاء قديما لعدم معرفتهم لها، وهذا هو محل إرادها في كتب الفقه، وهو قضية نقل عظم الآدمي أو أحد من أعضائه لآخر، وهو الذي يسمى بزراعة الأعضاء. وبعض المعاصرين في القرن الماضي أخذ إطلاق العلماء في هذه المسألة، فحكموا بأنه لا يجوز زراعة أعضاء الآدمي ونقلها من آدمي لآخر، لأن الفقهاء منعوا من ذلك، ولكن لعل معاني الشريعة ومقاصدها تدل على خلاف ذلك، فإن فيها منفعة، وخصوصا مع الحكم بطهارتها. قوله وإناء مغصوبا، طبعا أيضا ومع عدم قيام غيرها مقامها من الأدوية ونحوها. قوله وإناء مغصوبا، هذا هو المحرم لأجل طريقة كسبه بأن يكون مغصوبا، والغصب إما أن يكون قهرا أو سرقة أو غير ذلك من الصور الكثيرة، وقد أوصلها بعضهم لأكثر من 10 كما ذكره منصور في شرح المنتهى في أول باب الغصب. قال وإناء ثمنه حرام، يعني أن الإناء لم يكن محرم الكسب، وإنما ثمنه كان محرم الكسب، سواء كان ثمنه محرما لعينه أو محرما أو كان موصوفا ولم يكن معينا، سواء كان ثمنه معينا
وكان الثمن المعين محرما أو كان ثمنه غير معين وهو الثمن الموصوف في الذمة ثم بذل فيه مالا حراما. قوله وآنية ذهب وفضة. قوله آنية ذهب وفضة معروف الحديث ثابت حديث حذيفة وغيرهم أن آنية الذهب والفضة محرم استعمالها، والقاعدة أن كل ما حرم الشرب فيه فإن سائر الاستعمالات ملحقة به، كما أن هناك قاعدة أخرى سيأتي بعد قليل في كلام المصنف، وكل ما حرم استعماله على سبيل الإطلاق فإنه يحرم اتخاذه على هيئته على سبيل الإطلاق. إذن عندنا قاعدتان، كل ما حرم الشرب فيه حرم استعماله، وكل ما حرم استعماله على الإطلاق حرم اتخاذه على هيئته على الإطلاق. قوله ومضببا بهما أي ومضببا بآنية الذهب والفضة، لم يذكر المصنف إلا المضببة فقط دون ما عداه من صور التي ينتفع بالذهب والفضة في الإناء كالمموه والمطلي وغيره، وهذا له غرض وهو أن الاستثناء سيعود إليه بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف فيحرم على الذكر والأنثى ولو ميلا، أي فيحرم الذهب والفضة الاستعمال والاتخاذ على الذكر والأنثى لا فرق ولو ميلا. المراد بالميل هو ميل المكحلة بضم الميم وضم الحاء، وميل المكحلة مكحلة هو الذي يجعل في وسطها ثم ينقل فيه الكحل إلى العين، فهذا هو الذي فيه أشار إليه المصنف ولو ميلا أي ميل المكحلة. وقوله ولو أشار بذلك لخلاف لبعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرى إباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة، ويرى أن ذلك من باب الحاجة من باب الحاجة. والحقيقة أن تعبير المصنف في قوله ولو ميلا ذكر الخلوتي أن البهوتي جعل في شرحه أي في الكشاف عبارة ولو ميلا غاية لمقدر، فيكون غاية وليس إشارة لخلاف، وإنما يكون غاية لمقدر، وعلى ذلك فإن يكون التقدير إنما حرم اتخاذه من الآنية من ذهب والفضة فإنه يحرم الاستعمال له ولو كانت الآلة قليلة كالميل، فجعله من باب التقليل، فتكون لو هنا للتقليل. هذا هو ما فهمه الخلوة من عبارة منصور، ولكن الأقرب أن لو هنا إنما هي إشارة لخلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، ولذلك فإنه لا ينظر لهذا الحد في القلة بل ربما نقص عنه. عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية قول المصنف يحرم على الذكر والأنثى. الذي يحرم هما أمران، الاتخاذ والاستعمال، فإنها عائدة لأول جملة في الباب حينما قال يباح اتخاذه واستعماله، فالذي يحرم اتخاذه واستعماله على الذكر والأنثى معا. والمراد بالاستعمال واضح أن الاستعمال هو استعماله إما في أكل أو شرب أو في غيرها من الاستعمالات، ولو كان زينة كأن يجعل تحفة في البيت أو يجعل أمورا كثيرة سيأتي بعد قليل الإشارة لكيفية الاستعمال من كلام المصنف. لكن بقي عندنا الذي هو قد يكون يحتاج إلى بعض التفصيل، وهو كيف يحرم اتخاذها. كيف يحرم اتخاذها؟ اتخاذها الآنية الذهب والفضة إنما يحرم على المذهب ليس مطلقا، وإنما يحرم إذا كان على هيئة الاستعمال، وأما إذا لم يكن على هيئة الاستعمال فإنه يكون جائزا كأن يكسر مثلا أو بأن يكون لا يمكن استعماله لأي سبب من الأسباب. وهذا القيد أورده جماعة من أصحاب أحمد كالموفق والشارح، طبعا الموفق في الكافي والشارح ومنصور في الكشاف وغيره، والعلة فيه ما ذكرته في القاعدة قبل قليل أن ما حرم استعماله مطلقا فإنه يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ومثلوا لذلك كالخمر فإنه يحرم اقتناؤها، وآلات اللهو فإنه يحرم اقتناؤها على هيئة الاستعمال، وكذلك الأصنام إلا أن تتغير هيئتها فيمكن الانتفاع بها بغير ذلك. وهذه المسألة أو على المذهب قبل أن أذكر الخلاف، على المذهب عندما جعلوا الاتخاذ ممنوعا يدلنا على أن المذهب إنما هو منع الاتخاذ للآنية ونحوها التي تكون من الذهب والفضة سواء نوى الاستعمال أو لم ينوى الاستعمال، لم يفرقوا للنية وإنما نظروا لهيئتها عند الاتخاذ. وهذا الاتخاذ يشمل
القنية ولو جعلها قنية عنده، ويشمل أيضا المتاجرة بها، وغير ذلك كما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة. والمعنى في ذلك قالوا لأن اتخاذها وإبقاءها ربما جعله يدعوه لاستعمالها في أحيان كثيرة، ومثلوا ذلك قالوا كالخلوة بالأجنبية فإنه محرم خشية الوقوع في المحرم، فكذلك يكون الاتخاذ عن ذلك. وقد ذكر أن هذا هو قول الأصحاب، جمع منهم ابن مفلح في الآداب الشرعية قال هو قول الأصحاب، حكاه عن الأصحاب جميعا. طبعا هناك رواية أخرى في المذهب أنه يجوز الاتخاذ، ممن نقل هذه الرواية ابن هبيرة في الإفصح. طيب. ومثله قنديل ومصعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب ورفوف. نعم، كل هذه ملحقة بالآنية، فقوله ومثله أي ومثل الآنية في الحرمة، سواء كان استخدامها من ذهب خالص أو مضبب بها أو ما في حكم المضبب كما سيأتي بعد قليل كالمموه والمطعم وغيره. هذه الأدوات والآلات التي أوردها المصنف وهي واضحة، القنديل والمصعط الذي يجعل فيه، السعوط الذي يجعل في الأنف، والمجمرة التي هي المبخرة فلا يجوز جعلها كذلك، وغير ذلك من هذه الأمور. ومن الأشياء التي جرى العادة عند بعض الناس عندنا الآن عندما يجعلون سيوفهم كذلك، فإن السيف لا يجوز إلا ما كان من باب الحلية الذي سيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة ما الذي يستثنى من الحلية كالمنطاقة وغيرها، ولم يعد فيها تحلية السيف. نعم، بهذه الطريقة الكثيرة. نعم. قال أحمد لا تعجبني الحلقة، ونص أنها من الآنية. نعم، هذه مسألة يعني منفصلة، فقوله قال أحمد لا تعجبني الحلقة، مراد أحمد بالحلقة أولا هي الإطار الذي يجعل على المرآة، وقوله قال أحمد نصها ما نقل الفضل بن زياد، وقد نقل نص رواية أحمد أبو بكر الخلال في كتاب الترجل وهو كتاب مطبوع، أن الفضل بن زياد قال سمعت أحمد سئل عن الحلقة التي تكون على المرآة من فضة، فقال أحمد هذا يستعمل لأنه تحمل به المرآة لا يعجبني، ثم نقلها أبو بكر عن جعفر بن محمد النسائي، فنص أحمد على أنه لا يعجبه. قبل أن نتكلم عن مسألة كلمة أحمد أريد أن أبين قاعدة، أن جماعة من أصحاب أحمد كابن حمدان ومن تبعه كالمرداوي قالوا إن كل نص لأحمد يقول فيه لا يعجبني فإنه يخرج من نص أحمد هذا روايتان عنه، رواية بالكراهة ورواية بالتحريم، وحينئذ فإن قول أحمد لا تعجبني الحلقة أي أن أحمد له روايتان نقلت عنه إما الكراهة وإما التحريم، وقد جزم جماعة برواية الكراهة، وممن جزم برواية الكراهة القاضي أبو يعلى، وعلل أنه مكروه لأنه يسير وليس كثيرا ولأجل حاجة، فإنها مستعملة في المرآة الصغيرة إذا جعل لها حلقة من فضة لا تؤذي اليد، بخلاف لو كانت حلقتها من حديد فإن الحديد يؤذي اليد وربما أصابه الصدأ ونحو ذلك من الأمور، فعلله القاضي لكونها قليلة لحاجة. والرواية الثانية أنها تكون محرمة، وهذه الرواية الثانية هي التي تناسب النقل الثاني، ولذلك قال المصنف ونص، فقوله ونص يدل على أن هذه النص تختلف عن الرواية الأولى، تختلف عن الرواية الأولى، لأن قال ونص أنها من الآنية، ونص أنها من الآنية، طبعا الضمير في قوله أنها أي الحلقة من الآنية، نص أحمد في ذلك فيما نقله أيضا الخلال عن الأثرم أنه سأل أحمد عن حلقة المرآة من فضة وعن رأس المكحلة من فضة وما أشبه ذلك، فقال أحمد كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة ورأس المكحلة فإنه يستعملها فأنا أكرهه، فنص على أن كليهما من الآنية، ونص أحمد على أن المكحلة من الآنية في رواية أخرى من رواية الفضل بن زياد، وعلى ذلك فقوله ونص أي نص أحمد على ذلك، باب الجمع بين الروايتين. إذن فهنا كلام المصنف فيه نقل للروايتين عن أحمد، نقل الرواية الأولى لا تعجبني ونقل ونص،
وقبل أن ننتقل ما بعدها أريد أن أبين بس مسألة واحدة، وهي أن أحمد إذا جاءت عنه روايتان إما نصا أو من باب الإيماء، مثل هذه من باب الإيماء، لأن لا يعجبني تخرج على روايتين من باب الإيماء، فإن جمع نصوص أحمد أو إعمال كل نص في محله فيه مسلكان لأصحاب أحمد، فمنهم من يقول يجب أن يحمل كلام أحمد بعضه على بعض، فحينئذ فقد نص في موضع على التحريم وفي موضع من باب الإيماء على الكراهة، فإننا نحمل الصورتين كليهما على التحريم. ومنهم من يقول لا، بل نجعل كل نص في محله فتبقى الروايتان على حالهما. وعلى العموم فظاهر كلام المصنف أنه حكى خلافا وقدم أو كأنه يميل إلى أنها محرمة، أنه يميل إلى أنها محرمة. نعم. ويحرم مموه ومطعم ومطلي ومكفة ونحوه منهما. نعم. قوله منهما أي من الذهب والفضة. المموه هو أن يذاب الذهب والفضة ثم يغمس فيه الإناء، فإذا أخرج منه أصبح على الجزء الخارج منه هذا الذهب الذي أذيب. وقوله مطعم هو أن يجعل الذهب والفضة قطعا ثم تثبت هذه القطع في الإناء إما بمسامير أو بنحو ذلك. وقوله ومطلي بهما أي مطلي بالذهب والفضة. والطلاء هو جعل الذهب والفضة كالورق رقيق جدا ثم يلصق بالإناء، يشبهه بالقصدير، هذا القصدير الذي يجعل على الأشياء، يجعل مثل بنفس رقته ثم يلبس الإناء. وقوله ومكفة، التكفيت هو جعل الذهب والفضة شريطا رقيقا ثم بعد ذلك الإناء إذا كان من خشب ونحوه يجعل فيه مجاري، يعني مجاري دقيقة، بمعنى لنقول ممرات دقيقة، ثم تجعل هذه الشرائط من الذهب والفضة في داخل هذه المجاري بأن يدق دقا حتى تدخل في هذه المجاري، هذه كلها يسمى كذلك. طبعا المطلي عندنا الآن يختلف عن المطلي قديما. المطلي عندنا الآن هو جعل الذهب مع مواد أخرى تخلط به ثم بهذه الوسيلة الحديثة بالرش ونحوه يرش على المعدن الذي يراد طلاء به ثم بعد ذلك يصبح مطليا. هذا المطلي الذي نسميه نحن طلاء، هل هو ملحق بالطلاء القديم أم ليس ملحقا به؟ الأوائل لم يتكلموا عنه، ولكن من نظر للمعنى حينما نظر نصوا على هذه المعاني بحيث أن كل ما ذكروه من هذه الأوصاف هو أنه يبقى للذهب جرم، قال إن المطلية في وقتنا من الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بالذهب فإنه لا يحك، بخلاف المموه والمطعم والمكفة والمطلي كذلك باللغة القديمة، فحينئذ لا يكون داخلا في الممنوع وإنما نقول هو مكروه. وممن ذهب لهذا الرأي من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين فإن مال لهذا نظرا للمعنى، ومن مشايخنا وظاهر كلام الشيخ أيضا بن باز أن المطلية يؤخذ بدلائل اللفظ أو بظاهر اللفظ، فظاهر كلامهم أن كل ما سمي طلاء فهو محرم فيدخل فيه، فأصبح إما النظر لظاهر اللفظ وإما أن ننظر للمعنى الذي نص عليه العلماء، وهو يعني قولان لمشايخنا بناء على كلام فقهائنا رحمة الله عليهم. نعم. قال ونحوه أي ونحو هذه الأشياء التي ذكرها، مما يعني لم يذكره المصنف المضبب والمنقوش وأشياء كثيرة جدا أخرى قد تحدثنا. وتصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. نعم. قوله وتصح الطهارة منها أي من الآنية التي من الذهب والفضة أو مموهة إلى آخره. قوله منها أي من الإناء بأن يصب منه. قوله وبها أي وبالإناء، بالإناء يعني يستعين به. وفيها بأن ينغمس في الإناء، إذا كان إما ينغمس كامل جسده أو أحد أعضاء جسده بأن يغمس يده مثلا. وإليها سيفسرها المصنف بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته، يعني إذا توضأ يجعلها تحته يتجمع فيها الماء، لكنه الوضوء صحيح لكن ممنوع من الاستعمال، آثم على الاستعمال لكن الوضوء والطهارة صحيحة. طبعا وتعبير مصنف الطهارة يشمل إزالة الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث، بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته. نعم. هذا تفسير لقوله وإليها.
فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو بعد التطهير فيتجمع فيها الماء. نعم. ومن إناء مغصوب أو ثمنه حرام وفي مكان مغصوب إلا ضبة يسيرة عرفة من فضة لحاجة. أولا قول المصنف ومن إناء مغصوب، قوله ومن هذه من تحتمل أنها ابتدائية، يعني فتكون الابتداء منها فتكون معطوفة على قوله وتصح الطهارة منها، ومن هذه ومن الإناء المغصوب. وبناء على ذلك قد يفهم من ذلك أن قوله ومن إناء مغصوب مفهومها يوهم أنه يصح الطهارة منها ولا يصح بها ولا فيها ولا إليها، لأنه ذكر منها وسكت عن الباقي. والاحتمال الثاني أن يكون مراد المصنف، وهذا طبعا هو ليس مراده الأول، ولكن نوجه ذلك بأن نقول قوله ومن إناء أن يكون مراده منها ومن إناء ويعطف عليه الباقي، وهذا هو مراده جزما. قوله أو ثمنه حرام، هذا سبق الحديث عنه بأن يكون اشتري بثمن حرام، وتقدم سواء كان الثمن معينا وهو محرم أو كان غير معين وهو الموصوف ثم بذل فيه مالا محرما، بخلاف ما ذكرناه في الماء الذي اشتري بثمن معين فإنه لا تصح الطهارة فيه، مر معنا قبل درسين أو ثلاثة. قوله هو في مكان مغصوب أي وتصح الطهارة في مكان مغصوب كذلك، سواء كان أرضا أو غيرها أو إناء. قوله إلا ضبة يسيرة، قوله إلا هذا الاستثناء عائد لأول الكلام وهو قوله آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، أي فيحرم كل مضبب بالذهب والفضة من الآنية، يحرم استعماله واتخاذه إلا ضبة يسيرة عرفا. إذن فالاستثناء هنا عائد لما ذكر في أول الباب حينما قال ومضببا بهما إلا ضبة يسيرة، وهذا مستثنى لحديث أنس رضي الله عنه. وقد القاعدة عندنا أن كل ما استثني من حكم الكل العام يضيق بحسب وروده بالنص. وقد ذكر المصنف أربعة قيود، أنها لا بد أن تكون ضبة، فغير الضبة لا تقبل، فلو كان تمويها أو تطعيما أو طلاء أو تكفيتا فإنه لا يقبل. وقوله يسيرة لا بد أن تكون قليلة، والضابط فيها العرف كما ذكر المصنف عرفا. وعندنا قاعدة أن كل ما احتاج إلى التقدير فإننا نرجع للنص، فإن لم يوجد رجعنا إلى اللغة، فإن لم يوجد رجعنا إلى العرف. وهذه قاعدة مشهورة في مذهب أحمد، نص عليها كثير من المتقدمين والمتأخرين كالموفق وقبله ابن البنا في شرح الخرقي وكثير، بل القاضي أشار إليها كذلك. والقيد الثالث قوله من فضة، فدل على أن غير الفضة كالذهب لا يصح. وقوله لحاجة، هذا القيد الرابع، لا بد لحاجة، وسيفسر المصنف بعد قليل معنى الحاجة. قال كتشعيب قدح، يعني لو أن قدحا انكسر فاحتاج إلى تشعيب بأن يعني لكي يلتئم بعض أجزائه لبعض فتجعل فيه هذه الفضة فإنه جائز. ثم بين بعد ذلك ضابط الحاجة فقال وهي، قرأتها، وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره. نعم، قوله وهي هذا تفسير الحاجة. إذن فقوله وهي عائد للقيد الرابع وهو الحاجة. أن يتعلق بها أي يتعلق بالضبة التي تكون يسيرة من فضة غرض، وهذا الغرض غير الزينة، فكل الأغراض معتبرة، فإذا انكسر هذا يسمى غرض، إذا انشرم وأصبح يجرح كذلك، إذا أصبح قديما وغير ذلك من الأغراض الكثيرة التي هي لمصلحة الإناء، هذا هو الضابط. وقول المصنف ولو وجد غيرها أي ولو وجد إناء غير الإناء، أو وجد شيئا يمكن أن يضبب به غير الفضة، فإنها جائزة، لأن هذه تعتبر حاجة وقد وجدت، والحاجة غير الزينة. هذا الحاجة في هذا الموضع، لأن الحاجة حين قد تكون تدخل في عموم التعريف لها، وقد تكون حاجة خاصة ببعض الأبواب. وتعبير المصنف هنا ولو إشارة لخلاف في المذهب ذكره أبو المعالي ابن المنجة في كتاب النهاية، فقد ذكر احتمالا في المذهب أنه متى
قدر صاحب الإناء على التضبيب بغير الفضة لم يجز له أن يضبب بالفضة، وهو احتمال ذكر صاحب النهاية. ومن باب الفائدة أن صاحب النهاية يأتي دائما بروايات تفرد بها، وعادة ما تفرد به صاحب النهاية لا يكون مقولا لأنه يتوسع في ذكر آراء لم يسبق إليها. هذا أحد التفسيرات في الحاجة. هناك تفسير آخر في الحاجة غير الذي ذكره المصنف ولكنها غير معتمد، وهو أنه قيل إن الحاجة هي عجزه عن إناء آخر واضطراره لهذا الإناء، فجعل الحاجة للإناء وليست الحاجة للفضة في يعني تشعيبه أو في سد الغرض الذي لأجله. ثم ذكر المصنف مسألة فقال تباح مباشرتها، أي مباشرة الضبة، بأن يكون الضبة في جزء من فم الإناء فيشرب من جهتها. قال لحاجة، بأن يكون الحاجة بمعنى أن الشرب عادة من جهتها، مثل الإناء الذي يكون له مقبض، فغالبا الناس يشربون من جهة معينة، فهنا إذا وافق أن هذه الجهة، لأن الإنسان يقبض الإناء بيده اليمنى، فإذا وافقت أن هذه الجهة هي التي فيها الضبة فإن الحاجة موجودة، فلا يلزمه حينئذ أن يبتعد ويكون مباحا. قال وبدونها، أي وبدون وجود الحاجة، تكره إن تعمد ذلك طبعا. وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها، حتى ما ولي عوراتهم كما لو علمت طهارتها. نعم، قوله وثياب الكفار كلها، أو ثياب الكفار، نعم كلهم، نعم كلهم، وثياب الكفار كلهم يعني جميع الكفار، سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، وسواء كانت أيضا الثياب مستعملة أو غير مستعملة، وأوانيهم كذلك مستعملة أو غير مستعملة، إن جهل حالها، التقييد بالجهالة لأنه إن علمت طهارتها جازت وأم بلا إشكال، وأما إن علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها حتى تطهر إلا أن تكون نجسة العين كجلد خنزير ونحوه. قال حتى ما ولي عوراتهم، لماذا ذكر ذلك؟ لأن عادة الكفار أنهم لا يتطهرون من النجاسات. قال كما لو علمت طهارتها، وهذا ذكرته قبل قليل أنه لو علمت طهارتها فإنها جائزة، فقوله كما هنا من باب التدليل والتنظير وليس من باب التشبيه، محتمل التشبيه كذلك فيكون حكماني كذلك. نعم. وكذا ما صبغوه أو نسجوه وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثيابهم وبدن الكافر ولو من لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح. نعم، كذلك يقول كذلك ما صبغوه، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله، أو نسجوه، أو كذا أيضا خاطبوه نسجوه، أي نسجوا الثياب. لماذا الصبغ والنسج؟ لأن الصبغ والنسج قد يستخدم فيه صبغ غير طاهر، لأن قديما الأصباغ تجعل فيها أصباغ مأخوذة من الحيوانات ومأخوذة من أشياء عضوية، وهذه الأشياء العضوية قد تكون فيها النجاسة. أما في وقتنا هذا فأغلب الأصباغ في العالم كله أصباغ كيماوية وليست أصباغا عضوية. قال وآنية مدمن الخمر، بناء على أن الخمر نجسة، ومن لابس النجاسة كثيرا، بأن كان يعني يعمل في نجاسة ونحوها، وثيابهم كذلك تكون طاهرة. قال وبدن الكافر، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، قال الموفق أن قوله المؤمن يشمل المؤمن وغيره، فيكون وصفا طرديا فيشمل الجميع. قال ولو من لا تحل ذبيحته، هذا إشارة منه لخلاف في مذهب أحمد في مسألة أن من لا تحل ذبيحته فإنه لا يجوز استعمال آنيته إلا بعد غسلها، وهذه رواية عن أحمد منصوصة اختارها القاضي أبو يعلى وصححها المجد في شرحه على الهداية وقدمها الموفق في الكافي، ولذلك لقوة هذا الخلاف لاختيار هؤلاء يعني الأكابر من فقهاء أحمد أشار لهذا الخلاف. طبعا من لا تحل ذبيحته كالمجوسي والوثني وغيرهم من غيرهم، البوذي هو وثني كذلك والهندوكي وثني. قال وطعامه وماؤه طاهر مباح، فالحكي الإجماع على ذلك كما أشار إليه بمثله. وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم تعلم نجاستها. نعم، هذه المسألة تختلف عن السابقة. السابقة تتكلم عن اللبس، وهنا تتكلم عن الصلاة في الملبوس، هذا الفرق بين الثنتين. فاللبس
مباح، لأن بعض الزملاء والإخوة الأفاضل يقول كيف يقول هناك إنها مباحة وهنا يقول خص المرضعة والحائضة ونحوهم بالكراهة؟ فنقول هنا الكراهة متعلقة بالصلاة، والمسألة السابقة الإباحة لللبس. يقول المصنف وتصح الصلاة في ثياب المرضعة، لأن المرضعة مع حملها للطفل فإنه تصيبها نجاسته إما من بوله أو غائطه أو قيئه. قال والحائض كذلك إنه يصيبها كذلك. وهذا في الحقيقة مبني على الحال القديم حينما كان التحرز من نجاسات الطفل والحيض قد تكون فيها مشقة، وأما الآن فقد يكون اختلف الوضع كثيرا. قال والصبي مع الكراهة، أيضا ثياب الصبي لأنه لا يعرف التطهر لكن مع الكراهة، وسبب هذه الكراهة إنما هو لأجل احتياط للعبادة. فقاعدة مذهب أحمد أنهم يتوسعون في الاحتياط للعبادات، وأما المعاملات كاللبس فإنهم لا يتوسعون في الاحتياط، وإنما قاعدة أحمد الاحتياط في العبادات أكثر، ولذلك عبروا بها. وقيل رواية ثانية مذهب أحمد أنه ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى، وهذا هو الذي نص عليه الشارح، وكأن منصور في شرحه يميل لهذا أنه خلاف الأولى وليس مكروه. يقول ما لم تعلم نجاستها، وهذا لا شك أنه إذا علم نجاسة جميع المتقدمات سواء حال اللبس أو عند الصلاة فإنه لا تصح الصلاة. فقوله ما لم تعلم نجاستها يعود لكل الأشياء السابقة، بدءا من قول المصنف وثياب الكفار طاهرة إلى آخره، أي ما لم تعلم نجاستها. ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان أو كافرا نصا، وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقي اللون. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قال ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ. الصباغ له حب، والحب هو الإناء الكبير الذي يجمع فيه الثياب ثم يصبغ الثياب. قديما يصبغون الثوب أكثر من مرة، لأن كما ذكرت لك قبل قليل أن الصبغ قديما كان صبغا يعني عضويا، فمع كثرة الغسل والاستعمال يذهب اللون، فربما بعد 4-5-10 غسلات يتغير اللون أو يبهت، فيأخذ الناس ثيابهم ويذهبون للصباغ فيعيد صبغها مرة أخرى وهكذا، فالصبغ يتكرر أكثر من مرة. ويكون الصبغ بأن يجمع إناء، يكون له إناء كبير يضع فيه الصبغة مع ماء ويكون حارا، ثم يغلي ويطبخ فيه هذه الثياب حتى لدرجة معينة ثم بعد ذلك تصطبغ. يقول إنما صبغت في حب الصباغ لا يجب غسل الثوب. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة مع احتمال النجاسة، والنجاسة واردة من جهات. الجهة الأولى واردة من جهة نوع الصبغ، فإن الصبغ أحيانا قد يكون نجسا، كذلك قد تكون طبعا نوع الصبغ أو ما يضاف مع الصبغ من أمور أخرى تثبت مثبتات اللون تسمى، وقد يكون بسبب الثياب التي جعلت معه، فإن الثياب الأخرى قد تكون نجسة فاجتمعت مع هذا الثوب في هذا الإناء، والحب ليس كبيرا جدا فكثيرا من الأحيان قد لا يبلغ القلتين، ولأنه مائع فلا ينظر فيه القلتين وعدمها. طيب طبعا مائع غير الماء، الماء هو الذي ينظر فيه القلتين. قال المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، ونص أحمد ما جاء أنه سئل عن صبغ اليهودي بالبول فقال المسلم في هذا يعني الصبغة والكافر سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، فإن علمت نجاسته فلا تصلي فيه حتى تغسله. هذا هو نص أحمد. ثم قال الشيخ وإن علمت نجاسته، أي علمت نجاسة الثوب بسبب أحد السبب أوردتها قبل قليل، طهر بالغسل وإن بقي اللون، لأن اللون هذا النجاسة تذهب بذهاب أثرها، وأما اللون فقد ورد النص بالعفو عنه وإن كان اللون سببه النجاسة. وإن كان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة حتيه وقرصيه ولا يضرك أثره، فاللون معفو عنه وإنما يجب الغسل ولو مرة واحدة. إذن قوله فغسل أي غسله ولو مرة واحدة، بل يجوز له أن يلبسه إذا خرج من الصباغ مباشرة. ولا يطهر جلد ميتة النجسة بموتها بدبغه ويجوز استعماله. بدأ المصنف في هذه الجملة بالحديث عن جلود الميتة، فقال ولا يطهر جلد ميتة
نجس بموتها بدبقه. قوله جلد ميتة نجس بموتها، هذا أحد أنواع الحيوانات التي لها جلد، وهي الميتة التي تنجست بموتها أو تنجس جلدها بموتها. وهذه هي الحيوانات الطاهرة في الحياة، هي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت بغير تذكية. إذن فقوله ميتة نجسة نجس بموتها، أي نجس الجلد بموتها، هي الحيوانات الطاهرة في الحياة، سواء كانت مأكولة اللحم أو كانت دون الهرة في الحجم فإنها طاهرة في الحياة، وماتت بغير تذكية. الأولى بغير تذكية بأن ماتت حتف نفسها حتف أنفها أو بتذكية غير معتبرة شرعا، والثاني أصلا لا تذكى فإن التذكية لا تطرأ عليها، فجلدها لا يطهر بدبغها مطلقا، لا يطهر بل يبقى نجسا، دبغ أو لم يدبغ، وإن جاز دبغه لكن لا يطهر. نعم. ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا في مائع. نعم. يقول لكن استثني من ذلك الانتفاع بها، هل انتفعتم بإهابها؟ ونحمل الانتفاع على الاستعمال في يابس، يعني استعماله لشيء يابس، كأن يجعل يجمع فيه الأواني، أو أن يجمع أو أن يجعل للجلوس عليها، أو أن يجعل للدقيق، أو يجعل للبر، أو يجعل للمطعومات غير المائعة. وهذا معنى قوله ويجوز استعماله، أي استعمال جلد الميتة التي تنجس بموتها، وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت من غير تذكية معتبرة، فيجوز استعماله بعد الدبغ لا قبله، فإن قبل الدبغ وجها واحد لا يجوز استعماله، حكى الشيخ تقي الدين. لا في مائع، أي لا يجوز في مائع الاحتمال، لأن المائع يعني يسهل وصول النجاسة إليه، فيحتمال أن تنتقل النجاسة إليه ولو رائحة. نعم. قال ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر فيباح الدبغ. يقول قال ابن عقيل أبو الوفاء يحرم استعمال هذا الجلد المدبوغ إذا كان الحيوان لم يذكى، يحرم استعماله في المائعات ولو كان الماء كثيرا يجاوز القلتين فلا يحمل الخبث، فحينئذ نقول يحرم. معنى ذلك أننا نظرنا للمظنة وإن تأكدنا من عدم وجودها هنا، لأن هنا الماء الكثير لا يحمل الخبث، ومع ذلك نقول لا يجوز استعماله. وقول أو نقل المصنف عن ابن عقيل أنه قال ولو لم ينجس، أيضا فيها إشارة لخلاف قوي في المذهب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فقد نقل في الإنصاف أن الشيخ تقي الدين يقول يجوز الانتفاع بها، أي بالجلد المدبوغ من الحيوان الذي تنجس بالموت وكان طاهرا في الحياة، إذا كان لا ينجس العين، وهذه صورة من صور عدم تنجس العين إذا كان الماء لا يحمل الخبث. طبعا القاعد عن الشيخ لم ينجس العين ولم يذكر القلتين، لأن الشيخ تقي الدين لا يرى القلتين وإنما يرى مطلق التغيير، ولكن من باب ذكر القاعدة. نعم. ثم قال الشيخ فيباح الدبغ، أي يباح الدبغ لهذا الجلد، لأنه يمكن استعماله، لأنه لما جاز استعماله جاز دبغه. ومفهوم هذه الجملة أن ما لا يجوز استعماله مما سيذكر بعد قليل لا يجوز دبغه، لأن ذلك لا ثمرة له. وبناء على ذلك فإن المرداوي في تصحيح الفروع جزم بالتحريم، فقال الأقرب التحريم، لأنه إضاعة للمال وعبث بلا فائدة، فما لا يباح استعماله لا يباح دبغه، لأنه تضيع للمال. ويحرم بيعه بعد الدبغ كقبله. نعم. قال ويحرم بيعه، أي ويحرم بيع هذا الجلد النجس، لأنه نجس، والقاعد عندنا أن كل نجس لا يجوز بيعه لفقد المالية، بعد الدبغ كقبله، أي كقبل الدبغ. وهذه المسألة مبنية على الشرط المعروف في البيع، أنه لا يجوز بيع النجسات لفقد المالية، ولما ذكروه في أن من شروط المثمن أن يكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة، ليخرج بذلك الكلب فإن فيه منفعة لحاجة، ويخرج أيضا هذا وهو الجلد النجس الذي يباح الانتفاع به في اليابسات، فإنهم يقولون هذا انتفاع لحاجة،
فلا يجوز بيعه. لكن لو قلنا بالطهارة فإنه حينئذ يجوز، نبع على ذلك الحارثي في المقنع. نعم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول، فيشترط غسله بعده ويحرم أكله لا بيعه. طيب، قوله وعنه، هذه الرواية الثانية ذكرتها قبل قليل، وعنه أي عن أحمد، وهي رواية منصوصة عن أحمد نقلها عنه جماعة، واختار هذا القول جماعة من أصحاب أحمد منهم المجد وابن حمدان وغيرهم. يطهر أي يطهر منها، أي من الميتة التي كانت طاهرة في الحياة، جلد ما كان طاهرا في الحياة كما ذكرنا قبل قليل، وحينئذ ما دام طاهرا فيجوز الانتفاع به ويجوز أيضا بيعه كما سيأتي. ولو غير مأكول، ولو كان غير مأكول، قوله ولو غير مأكول نستفيد فائدتين. فائدة الأولى أن لو قد تكون استدراكية من باب التأكيد، وعلى ذلك فيكون مراد المصنف التأكيد على أن ما كان كالهرة أو دونها في الحجم أنه لو دبغ جلده فإنه يكون طاهرا على هذه الرواية، طاهرا على هذه الرواية، على الرواية السابقة يجوز الانتفاع به ولكن في غير المائعات ولا يجوز بيعه. فجلد هذه الأمور يجوز الانتفاع بها. والأمر الثاني ولو غير مأكول يشار بها للخلاف أيضا، فإن في المذهب رواية أخرى اختارها الشيخ تقي الدين أنه إذا كان غير مأكول فإنه لا يطهر بالدباغة. الشيخ تقي الدين رأيه أن كل مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه فإن جلده يجوز الانتفاع به بعد الدباغة ويكون طاهرا طهارة تامة، يستعمل في المائعات واليابسات ويجوز بيعه غيره، ولكنه خصها بالمأكول ولم يخص ولم يعممها كالمذهب بالطاهر في الحياة. قوله فيشترط غسله بعده، أي فيشترط غسل الجلد بعد الدباغة، فيشترط غسل الجلد بعد الدباغة. وهذا الشرط إنما هو على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ويطهر منها، يعني على الرواية الثانية أنه يعني يطهر بالدباغة. وهذا الشرط دليله قالوا أنه نجس، والدباغة بمثابة الغسلات، ونحن نقول إن الغسلات لا بد أن تنفصل عن المحل ليحكم بطهارة المحل، والمحل عندهم لم يجري عليه ماء وإنما جرت عليه الدباغة وهي المواد التي تجعل عليه مع الضرب ولم يجري عليه ماء، وعلى المذهب لا تطهر النجاسة إلا بالماء، فلا بد من غسله بعد ذلك، هذا هو المذهب. ولكن ذكر بعض المحققين كصاحب التصحيح أن ظاهر كلام يعني كثير من أصحاب أحمد أنه لا يشترط الغسل بعد الدباغ على هذه الرواية كذلك. قوله ويحرم أكله لا بيعه، أي يجوز بيعه، وأما حرمة أكله لأنه وإن حكمنا بطهارة ظاهره لكن يبقى أكله محرما لأنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم، ولم يطلق الأكل، فيبقى نجسا حكما في الأكل، وما عدا ذلك إنما أبيح البيع والاستعمال. ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه، فلا يجوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو في النزاع ولو في النزع. طيب، قوله ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته، ما كان نجسا في حياته بمعنى أن يكون غير مأكول اللحم ويكون فوق الهرة في الحجم، فوق الهرة في الحجم، هذا هو الذي يكون نجسا في حياته، فهذا القيدان لا بد من توفرهما للنجاسة. وبعض العلماء مثل الموفق في المقنع عبر بأن يكون غير مأكول اللحم مطلقا لكي يدخل الآدمي، والمصنف إنما أعرض عن عبارة غير مأكول اللحم لأجمع ما اعتبرناه قبل قليل فيما هو دون الهرة. قال لا يطهر بذكاة، لا يطهر بذكاة، الحقيقة أن قول المصنف لا يطهر بذكاة فيها نظر، والسبب أن المصنف نفسه عرف الذكاة في باب الذكاء بأنها ذبح أو نحر مقدور عليه مباح الأكل، فغير مباح الأكل لا يتصور فيه الذكاء،
وبناء على ذلك فإن هذا الفعل ما دام نجسا في الحياة ولو قطعت أوداجه وحلقومه ومريئه أي كل الأربعة فإنه في هذه الحال لا يسمى هذا الفعل ذكاة اصطلاحا. نعم قد يتجوز ويقال إن هذه ذكاة باعتبار اللغة أو باعتبار الظاهر، ولذلك لو كان عبر وقال بدل بقوله بذكاء قال بذبح أو نحوه قد يكون يعني أصوب من جهة وإن كان قردال على المراد. قوله كلحمه أي لا يحل جلده كما لا يحل لحمه، وهذا واضح. قوله كلحمه يعني قد تكون تعليلية كذلك. قال فلا يجوز ذبحه لذلك أي للانتفاع بجلده، فلا يجوز ولا لغيره ولا لأي سبب من الأسباب لا يجوز قتله الحيوان النجس إلا في حالتين، إذا كان الشارع قد أمر بقتله مثل الفواسق الخمس فإنه يؤمر بقتلها، أو أن يكون مؤذيا إما بطبعه أو بفعله، بطبعه جنسه مؤذي أو بفعله بأن آذاه بأن كان صائلا عليه، وما عدا ذلك فلا يجوز قتله. وبعض الناس يتوسع في قتل السباع هكذا تشهيا وهذا لا يجوز. بل قال المصنف ولو في النزع، وعبارة ولو في النزع أخذها المصنف من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، فإن الذي قال هذه الكلمة الشيخ تقي الدين، أي ولو رآه الشخص يحتضر فلا يجوز له قتله لأنه لن ينتفع به بل يتركه يموت حتى أنفه، فلا يقتله ما يسمى القتل الرحيم. وقد ذكر العلماء أن القتل في النزع محرم للآدم وللحيوان كذلك، وهذا اللي يسميه بعض الناس بالقتل الرحيم، فهو للآدم بإجماع محرم ويوجب القودة إذا كانت الحياة مستقرة للآدم، والحيوان ولو كان غير مأكول ليس بجائز بل يترك. وهذه من المسائل التي تخفى على كثير من خاصة طلبة العلم ناهيك عن عامة الناس، ولذلك فإن الشيخ منصور قال وهذا مما عمت به البلوى، أي عمت بلوى الناس بالجهل به فيذبحون في النزع وفي غيره يظنون أن ذلك مباح. نعم. ولا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف. نعم بدأ بيذكر الذي يكون به، قال النجس لا يحصل به الدبغ لأن النجس لا يطهر والدباغة مطهرة. ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث. نعم قوله ولا بغير منشف للرطوبة بحيث أنه بعد الدباغة يبقى فيها رطوبة في الجلد، لأن الدباغة هي إخراج الدم الذي في الجلد، فإن معنى النجاسة التي في الجلد وجود الدم، قرر ذلك جماعة، فإذا بقي شيء من الرطوبة معناه أن بقي الدم فحينئذ بقيت النجاسة فيه. منق للخبث الذي فيه لابد أن يكون منشفا ومنق، بحيث بدأ يذكر الآن الضابط للمنشف والمنقي للخبث له النجاسة، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد. نعم هذا هو الضابط، لأن إذا نقع في الماء ففسد دل على أن فيه رطوبة، وأما إذا يبس تماما وإذا وضع في الماء لم يفسد هذا يدل على أنه قد جفا أو جفافا تاما. والطريقة التقليدية في الدباغة التي كانت موجودة في بعض المدابغ إلى عهد قريب تلحظ أنهم يجففونها بالأيام، فتجعل في الشمس بالأيام المدد الطوال حتى تنشف. نعم. ولا بتشميس ولا تتريب ولا بريح. نعم يقول ولا بتشميس، التشميس وحده لا يكفي بل لا بد من الدباغة بالمادة والضرب معا، ولا تتريب لأن التتريب وحده لا يكفي، لأنه إن يبس بعد ذلك بعد التشميس فإنما بقيت النجاسة في داخله، ولا بريح كذلك يعني يرمى حتى تأتيه الريح وحده ما يكفي، بل لا بد بعد الدباغة يكون التنشيف بالتشميس وبالريح وبغيرها لكي يذهب ما بقي من مادة الدباغة فيه. وجعل المصران وترا دباغ وكذا الكرش. نعم جعل المصران، المصران واضحة، وترا وتر للقوس ووتر لغيرها مما ينتفع به من المباحات، دباغ لأنه فصل له ولا يحتاج أن يضرب، وكذلك الكرش إذا كان ينتفع به بذلك. والمقصود طبعا هنا المصران والكرش من غير المذكة، المذكة طاهر ابتداء فلا يحتاج إلى هذا الحكم. نعم. ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها. نعم جلود السباع، السباع تشمل
كل ما كان يعني داخلا في هذا الصنف فيشمل الصغار والكبار. وقد قسم العلماء السباع إلى نوعين: سباع حية طاهرة في حياتها، وسباع نجسة في حياتها. فالسباع الطاهرة في الحياة هي الهرة وما كان دونها، يعني من السباع التي تكون حجمها صغير، فهذه طاهرة في الحياة. وأما ما عدا ذلك كالذئب وغيرها فإنها فوق ذلك. ذكر المصنف أنه يحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها. قوله يحرم افتراش جلود السباع أي الجلوس عليها أو جعلها ممرا مع الحكم بنجاستها، قال أي إذا حكمنا بنجاستها. وبناء على ذلك فإن السباع كما مر معنا نوعان: طاهرة في الحياة وما ليس بطاهر في الحياة. وكليهما إذا ماتت فإن جلدها نجس، فكلا الأمرين نجس. لكن ما كان طاهرا في الحياة يجوز الانتفاع بجلدها على مشهور المذهب في اليابسات دون المائعات، واستثنى هنا المصنف الافتراش، فلا يجوز الجلوس على جلود القطط ونحوها إن وجدت، لأنه يحرم الافتراش لورودها في الحديث. وعلى العموم فإن قول المصنف ويحرم، أورد المصنف بعد ذلك وسيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة أنه يكره افتراش جلد الحيوان المختلف في طهارته، فهناك ذكر أنه يكره وهنا ذكر أنه يحرم الافتراش. فهنا نقول الفرق الجمع بين الكلمتين أنه هنا قال إذا حكمنا بالنجاسة، وأما هناك فنقول يكره الافتراش إذا حكمنا بطهارتها لوجود الخلاف. إذن هذه السباع إن حكم بالنجاسة حرم، وإن حكم بالطهارة كره إن كان فيها خلاف. بذلك يفهم كلام المصنف ويكون واحدا، نبه على ذلك يعني غير واحد من أهل العلم. ويكره الخرز بشعر خنزير. خرز النعل، شعر خنزير يكون قوي جدا، من أقوى الشعر، فهو جيد في خرز النعل ونحوه والخفاف. وذلك حتى يستخدم يعني بعض أجزاء الخنزير حتى في بعض الأشياء الطبية لقوته ومتانته. ويجب غسل ما خرز به رطبا. رطبا أي الشعر، إن خرز رطبا فإنه يغسل ما خرز به لأنها نجاسة. ويباح منخل من شعر نجس في يابس. نعم، قوله يباح أي من غير كراهة. منخل، المنخل إحنا ما زلنا نسميه، بس يعني نفتح الخان نقول منخل اللي هو الغربال الذي يجعل فيه، يعني يخرج الصغير ويبقى الكبير فوق، يستخدم لأشياء كثيرة للحب وغيره. قوله يباح من غير كراهة، المنخل إن كان من شعر نجس، من حيوان النجس ونحوه، في يابس لا في مائع. وهنا فرق بين كراهة السابق وهو الخرز بشعر الخنزير والإباحة هنا، لأن الخرز هناك قد يباشر الرجل وتصله المائعات، بخلاف المنخل فإنه لا يصله مائع، لأننا قلنا يستخدم في يابس فلا تتعدى النجاسة إلى غيره، وهذا يسمى الفرق بين هاتين المسألتين. ويكره الانتفاع بالنجاسات. نعم، قوله يكره الانتفاع بالنجاسات تحتاج تفصيل. الانتفاع بالنجاسة أولا إذا كان فيها تنجيس لغيرها، سواء كانت أرضا أو بدنا أو ثوبا ونحو ذلك، فإنه يحرم إذا كان فيها تنجيس. الحالة الثانية إذا لم يكن فيها تنجيس، فقد ذكر المصنف أنه يكره، فقوله إذن يكره الانتفاع بالنجاسات أي إذا لم تنجس غيرها، وهذا على سبيل العموم، لكن استثنى من ذلك أمور سبق ذكرها مثل المنخل من الشعر النجس، مثل ما سبق قبل قليل أن جلد الميتة التي تنجس بموتها إذا دبغت فإنه يجوز استخدامها في اليابس دون المائع، وأشياء أخرى أيضا يعني مستثنى فتكون مباحة. نعم. وجلد الثعلب كلحمه. نعم، قوله وجلد الثعلب كلحمه
لم يجزم المصنف هنا بمنع جلد الثعلب، وإنما قال جلده كلحمه لأن الثعلب من السبع. ولكن من أهل العلم، وهو قول لبعض الحنفية وغيرهم، أن لحم الثعلب جائز، فحيث كان لحمه جائز فإن جلده يكون مباحا، أو لحمه طاهر فيكون جلده كذلك طاهرا. وإنما نص المصنف عليه لبيان أمرين: أمر الأول أنه داخل في القاعدة الكلية، لأن المذهب المجزوم به أن لحم الثعلب نجس فيكون جلده كذلك. الأمر الثاني الإشارة لنكتة، وهي قضية مراعاة خلاف أهل العلم. وقد بين أهل العلم، وقد بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن خلاف أهل العلم في هذه المسألة وهي جلد الثعلب ولحمه من الخلاف السائغ، ولذلك صحح الصلاة خلف من يلبس أو يكون في ثوبه جلد ثعلب، لأنه من الخلاف السائغ لوجود الدليل الدال عليه، فإن من الخلاف ما يكون سائغا ومن الخلاف ما لا يكون سائغا، والخلاف السائغ منه ما يكون قويا ومنه ما يكون دون ذلك. فأشار المصنف إذن للخلاف في هذه المسألة ولنكتة مراعاة الخلاف فيها الذي نبه عليها أحمد قبله. ولبن الميتة وإنفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها وريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس. نعم، قال المصنف ولبن الميتة، أي إذا ماتت وخرج بعد وفاتها، وأما قبل وفاتها فإنه يكون لبن حية، يعني أو شاة حية. فقوله لبن الميتة إذا كانت يعني مما يؤكل أو لا يؤكل، الحكم فيهما سواء. طبعا هنا فائدة نبه عليها في أظن إما في القاموس أو في الصحاح، الفرق بين الميتة والميتة أن الميتة بالتسهيل لغير الآدمي والميت بالتشديد للآدمي. قال وعلى هذا جرى الاستعمال، فالاستعمال عند غالب الناس أن الميت هو للآدمي والميت لغير الآدمي، هكذا ذكروا هذا الاستعمال، ولكن عند أهل اللغة ثلاث توجيهات أخرى غير التوجيه الذي ذكره. طيب، قال وإنفحتها، وإنفحتها يعني إما بتشديد الحاء أو بتسهيلها، الأمر سهل لكن الذي نص عليه أهل اللغة التشديد. الإنفحة اللي هي المصران أو نحوها، في الأصل أنها تقطع قطع صغيرة جدا ثم تجعل في اللبن ليكون جبنا، وهي حقيقتها البكتيريا الموجودة في أمعاء الحيوانات وخاصة البقر هي التي تسبب هذا التجبين، هذا تسمى الإنفحة. وقوله وجلدتها، الضمير هنا فقط في غير الضمائر السابقة واللاحقة هو عائد للإنفحة، وأما الضمائر السابقة واللاحقة فكلها عائدة للميتة. لماذا؟ لأننا نقول لأن لو أعدنا الضمير للميتة فسيكون تكرار، وقد فصلنا قبله في قضية أحكام الجلد، فنحتاج حمل كلام المصنف إلى التأسيس بدلا من حمله على التأكيد، ولأن حملنا على التأكيد فيكون مجمل والأول مفصل، وذلك تحمل هذه على ما ذكرت. وعظمها أي عظم الميتة، وقرنها قرن الميتة كذلك، وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها كلها نجس، كل هذه الأمور تكون نجسة. طبعا أصول شعرها، إيش معنى أصول الشعر؟ يعني أنه إذا نتف الشعر من أصله مع أصوله وهي الخلايا التي نبت منها، فهذه الأصول التي الخلايا التي نبت فيها الشعر تكون نجسة، بينما الشعر فإنه ليس بنجس كما سيأتي بعد قليل. قوله وأصول شعرها وريشها، الكتاب معنا مكتوب وريشها، وهذا خطأ يغير المعنى تماما، يغير المعنى، الصواب أن تقول وريشها أي وأصول ريشها، فالريشة إذا نتفت تكون نتفت مع أصلها. قال إذا نتف يعني نتف الشعر ونتف الريش مع أصوله، وهو رطب أو يابس، قوله وهو عائد إلى الأصل أي أصل الشعر وأصل الريش، وليس عائدا للشعر ولا الريش، وإنما عائد لأصله الذي نحكم بنجاسته، فلا نقول إنه نجس ما دام رطبا
وطاهر إذا كان نجسا. لا ليس صحيح، بل عليهما معا نجس، أي نجس نجاسة عين ليست نجاسة طارئة، فحينئذ لا يطهر بالغسل بل يجب إما قطعه أو غير ذلك لكي ينتفع بعد ذلك بالشعر. أما الأولى فإنه لا تطهر بشيء. وصوف ميتة طاهرة في الحياة، وشعرها ووبرها وريشها ولو غير مأكولة كهرد وما دونها في الخلقة، وعظم سمك ونحوه وباطن بيضة مأكول صلب قشرها صلبة مأكول صلب قشرها طاهر ولو سلقت في نجاسة لم تحرم. نعم، بدأ يتكلم المصنف، يعني أورد المصنف ما يكون من الميتة نجسا نجاسة عين كاللبن والإنفحة والجلد والعظم إلى آخره. بدأ يتكلم المصنف الآن عن ما يكون من الميتة طاهر، فقال صوف الميتة طاهرة، صوف وصوف ميتة طاهرة في الحياة فإنه طاهر، لأن الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة وهو مأكول اللحم أو ما كان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة، ما دام طاهرا في الحياة فإن صوفه طاهر ولو ماتت، فيجوز جزه بعد وفاتها وأخذه. قال وشعرها، يصح بسكون العين كما قرأت ويصح بفتح العين، وأهل اللغة يقول إن أصح الوجهين فتح العين. وشعرها أيضا يكون طاهر فيجوز جزه كذلك، لأن بعض الحيوانات لها صوف وبعضها لها شعر، فالماعز شعر والضأن صوف. ووبرها كالإبل، وريشها كالطير، كلها طاهر. ولو غير مأكولة، قوله ولو غير مأكولة أي إذا كانت كالهرة وما دونها في الخلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقول المصنف هنا ولو غالبا كما مر معنا أنها إشارة لخلاف، وهذا الخلاف ذكره ابن حمدان في الرعاية وغيرهم من فقهاء المذهب، أن الصوف ونحوه إذا كان من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل فإنه يكون نجسا، فهو إشارة لهذا الخلاف الذي أوردوه. طيب، قال كهر وما دونه في الخلقة، هذا تمثيل لغير المأكول، فكأنه يقول إن غير المأكول إذا كان هرا وما دونه في الخلقة، ليس مطلقا لغير المأكول وإنما فقط ما كان كذلك، إما تمثيل أو تقول هو تقييد كذلك، بأن تقول لغير مأكول إذا كان هرا أو ما دونه في الخلقة فإنه يكون طاهرا. قال وعظم سمك ونحوه، قوله ونحوه طبعا عظم السمك لأنه طاهر الحديث، ونحوه إما أن يعود للعظم وإما أن يعود للسمك، فإن عاد للعظم فيشمل جلده، يشمل عينه، يشمل أحشاءه، لحمه، كله طاهر. وإن عدناه للسمك فنقول إن كل ما كان حيوانا بحريا وإن لم يسمى سمكا كالأخطبوط وغيره من الحيوانات الموجودة في البحر فإنها طاهرة. قال وباطن بيض مأكول صلب قشرها، يقول المصنف إن البيضة إذا بقيت في جوف الحيوان وقد مات ثم عند شق بطنه خرجت تلك البيضة أو خرجت بعد وفاته، فهل نحكم بطهارتها أم لا؟ نقول نحكم بطهارتها بشرط أن يكون قشرها قد صلب بأصبح قويا وسميكا بحيث أنه يمنع وصول النجاسة إليه، لأن الحيوان أصبح نجسا الآن، فلو لم يكن صلبا لربما انتقلت النجاسة من باطن الحيوان إلى هذه البيضة، لأن النجاسة اكتسبها الحيوان بموته حتف أنفه. وذلك قال وباطن أي داخل بيض مأكول، أما غير المأكول من الحيوانات كالطيور السباع وغيرها فإنها ليست طاهرة. صلب قشرها، وإن لم يصلب القشر بأن كان رقيقا فإنه يكون نجسا. طيب، تعبير المصنف بباطن البيض المراد يعني القشرة فما دونها، وأما ظاهرها أي ما فوق القشرة فإنه نجس لأنه كان في داخل الجوف. طيب، النجاسة قالوا هذه نجاسة طارئة وليست نجاسة عين، لأن البيض ليس نجسا وإنما تنجس من الحيوان، وبناء عليه فيقولون يطهر بغسله، فظاهر البيضة يطهر بغسله، وأما باطنها وقشرها إذا كان قد صلب فإنه طاهر عين.
وإنما تنجس الظاهر فقط إذا لم يخرج إلا بعد وفاة أو موت الحيوان. نعم قال طاهر، هذا واضح. قال ولو سلقت، سلقت يعني طبخت، طبخت كما هي، نسميه البيض المسلوق، سلقت يعني طبخت في ماء نجس، في نجس في نج في ناد في 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 نجاسة، نعم في نجاسة يعني في ماء نجس أو وقع فيه نجس، لم تحرم، لم تحرم البيضة، لأن قشرها صلب فيمنع وصول الماء النجس أو المتنجس إليها، ولكن يجب غسله قبل أكلها، فهذا من باب طرد القاعدة. نعم. وما أبين من حي من قرن وألية ونحوهما فهو كميتته. نعم للحديث ما أبين من حي فهو كميتته، قوله ما أبين أي ما قطع، أو يعني ما في معنى القطع، يعني بإرادة الشخص أو بإرادة غيره أو بفعل غيره. من حي أي من حيوان حي، من قرن أو ألية، ألية التي هي يعني ألية الشاه نسميها كذلك للآن، ونحوهما مثل رجل، وحين تقطع الرجل كاملة، يقطع يعني يد، يقطع هكذا لسان، فهو كميتته أي حكمه كحكم الميتة، فإن كان من الميتة طاهر فهو طاهر، وإن كان من نجس فهو نجس. مثاله الطاهر، الصوف، الشعر، الوبر، الريش، كل هذه طاهرة من الميتة فتكون من الحي إذا أبينت طاهرة، وما كان من الميت نجس مثل الجلد، العظم، القرن، الظفر، فكذلك أيضا يكون إذا أبين من الحي فإنه يكون نجسا. يستثنى من هذا أمران. قالوا أولا ما كانت الإبانة بالطبع، ومثلوا لذلك بأمرين، الأمر الأول البيضة، فإن بالطبع تبين من الحيوان وحدها، ومثل مسك الغزال فإنها تبين وحدها وتسقط وحدها، ولا نقول إنها كميتة فتكون نجسة بل هي طاهرة، فالمسك وجلده طاهر. الأمر الثاني المستثنى أيضا، قالوا يستثنى أيضا ما كانت الإبانة ذكاة له، ما كانت الإبانة ذكاة، وهذا في الحيوان الناد، وسيأتينا إن شاء الله في الذكاء مد الله في العمر، أن الحيوان الناد تكون تذكيته بجرحه في أي موضع من جسده، فلو جرحه وقطع عضوا منه فإنها تكون تذكية له، وهذا العضو المقطوع يكون مباحا، ومما يعني تكون ذكاته بالعقر كذلك العقرب، فالعقرب عفوا ليس العقرب الذي في البحر، السرطان، نعم هذا تذكيته بعقره أي بجرحه، فلو أن حيوان السرطان هذا أردت تذكيته بعقره فقطعت جزءا منه كيده مثلا، فحينئذ نقول هذا المقطوع حكمه حكم الطاهر، لأنه تذكيته إبانته ذكاة له. نعم فقط هذه فقط الاستثناء، أنا أبنتها لأن الاستثناء دائما يعني هي من دقيق الفقه، ومهم طالب العلم أن يعتني بكثرة الاستثناءات، نعم أو بدقة الاستثناءات. طيب ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته وتصح الصلاة فيه لطهارته. نعم يقول إن شعر الآدمي إذا استعمله غيره في ثوب أو في غيره فإنه لا يجوز استعماله لحرمته لأنه محرم، يعني حرمته هنا للتحريم وليس من باب أنه محرم، يعني من باب الحرمة بمعنى التعظيم، وإنما لأنه محرم فلا يجوز استعماله، تقدم الإشارة لذلك قبل فيما أبين من الحي، ويعني المسألة بالنسبة للشعر الآدمي في خلاف على قولين، ومن أهل العلم من رأى أن النهي عن الوصل عن الشعر إنما هو منهي عنه لاستخدامه شعر آدمي، فالنهي عن الوصل لأجل استخدام شعر الآدمي، هذه أحد الأقوال في التعليل النهي عن الوصل لماذا. طيب قال وتصح الصلاة فيه لأنه طاهر ليس بنجس، وهذا الكلام الذي قاله المصنف أنه تصح الطهارة قيده الشيخ منصور لم يجعله على إطلاقه، فقال مقيد ما لم يكن شعر الآدمي ساتر للعورة، فإن ساتر العورة إذا كان محرما فإن وجوده كعدم فلا تصح الصلاة فيه، فإن كان غير ساتر بأن يجعل على الرأس أو على القدمين فإنه تصح الصلاة فيه لأنه ليس بنجس.
طبعا محل ذلك ما لم يكن الشعر متصلا به، فقد يكون الشخص جيبه في الصلاة واسع فإذا ركع انكشف. قال العلماء فإذا غطاه ولو بلحيته، أي غطى الجيب أي فتحة الصدر ولو بلحيته، كفاه في ستره، لأن الستر بحيث أنه لا يرى لعورة نفسه أثناء الصلاة. والمسك وجلدته ودود القز ودود الطعام، هذه مستثنيات، معذرة شيخ، هذه من المستثنيات مما أبين من الحي، المسك وجلدته تكلمنا عنها قبل قليل، والعلة فيها كما مر أنه مما كانت الإبانة بالطبع. نعم، ودود القز، ودود القز ودود الطعام ولعاب الأطفال. ودود القز ولعاب الأطفال الأصل أنه يكون نجسا لأنه لا يجوز أكله، ولكنه مستثنى ويحكم بطهارته لأن ورود الحاجة. فدود القز هو الذي يستخرج من الحرير، ودود الطعام لأنه يوجد في التمر وفي غيره فيجوز فيكون طاهرا وحينئذ يجوز تناوله. نعم. وما سال من فم عند نوم. نعم، طاهر. لعاب الأطفال لاحتمال التنجس أنه متنجس بقيء ونحوه، وما سال من فم عند النوم أيضا لاحتمال وجود النجاسة، لكن هذا الاحتمال طارئ والأصل الطهارة. لعلنا نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. هذا أحد الإخوان يقول إن في الدرس الماضي الأول عند قول المصنف ولو في غير الرائحة، ولو في غير الرائحة، قال إنك ذكرت أن الخرقي قال إنه لا يعفى إلا عن يسير الرائحة. نعم، كلام صحيح، ربما ذهب وهلي في كلام المصنف رحمه الله تعالى أثناء الشرح، فإن قوله السابق ولو في غير الرائحة أي إشارة ليس لخلاف الخرقي، وإنما إشارة لخلاف القاضي. قد ذكر القاضي أن الأصحاب على أن اليسير في الطعم واللون أي غير الرائحة لا يعفى عنه، وإنما يسلب الطهورية، فيكون حينئذ الخلاف هناك للقاضي. وأما الخرقي فإنه فقط خص الرائحة فيكون عكس ذلك. نعم، يعني جزاه الله خير، وجزاك الله خير شيخ محمد، نبهتنا على هذا الشيء. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.